تركتنا الزين اوعى وبتسمين وبسعادة وبنشاط للمدرسة ماشيين اجرى والعود اجرى والحساب بالصبح وبزوين ما اغلى الاصحاب. يا ورزوين لذيذ ومغذي والترك يبقوه واللاب 50 وقية فقط متوفر الآن بالبقالات والمجمعات التجارية. تضرموك هذيك باص منو ياسر زوين دار منو ياسر. يا ورزوين منتج غذائي للأطفال من شركة الوطنية للألبان. الوطنية صحة وتغذية. على جميع المشاهدين سواء داخل أو خارج الوطن وتعود رياحا إن شاء الله بعد نهار شاق من الصوم. وأيضا نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. أول السلام عليكم ورحمة الله. أنت رأس الزمجور زمن دعايات تب والله شو أنا زاد عندي زمن زمن أنا أجد احنا ما هذا احنا شوي قط شوي عندنا شيء غير ممكن باستهلاك خفاج على شيء صار ما هو شباب لكن نأجلو دائما نأجلو غير بعد بالتالي واضح ان عندنا لا نبغى تفهم ترى احنا مريض اللي نلعب نختار اللي نقول صفي اول في كلمات تفهم نتكلم على شيء ممكن دابا شو كان يقول كلمات وعد في تنظيم وتصوير وكذا كحال هي كلها تعود تعود ميزه شوي وكيما قلت انتم اللي راه قضيه تقول لي حاله معقوله بس رجعت معايا تو كيف نقولوا طارق يدير في اعلان مزال احنا شو عندنا حلقه اللي نعدلوها مزال بالعيد اللي تقام بالعيد قد انا نقول لما تقام تمشي تقيس مثلا دعايه ما شكيتها قلا
العائلة ما يكفوكم؟ اوكي افتح له خزنة افتح له خزنة والله افتح لا بدك نص بريكة أنا لك ما تبي يروح ضبر نص بريكة الله لحد إنه ما ينشر إنه ما ينشر يا حودي لا حودي أنا تخمم ده بوالدي والله ما تخمم بيوم والدي ولدتي فاطمة هي الوحيد وأنا ولا عندها الوحيد جيت بادي ديالها ما غادي شي قال يا نتي مشكلة والدتي وتخمم بثاني لا نتي قال والدتي ما معاها كيف قالوا لا والله إيه حاطة ما بتعطي مثل أنا الرجال القادم يا شكون ابني ياك ما في خلعة ياك ما في خلعة يقدم نادى وجهه ذاك اللي كاتب عيالي اللي تبرع لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة يا رب يشدني حمد بشكلك اللي حلو اللهم اشهد هذه الحياه طيبه بس دراعتك ليش؟ تنفس بس دراعتي دولار يا انا اول شيء نين جاني من هذا الخرب ما عظمني خلعت قلت لاني وفيت خلاص قلت هذا مجنون مطلوس وعنده مدفع وكاتل درع ب 100 روح وخلعت يدين خلعت كنت حمم في والدتي اللي والدتي هي انا المعيل الحمد لله الوحيد لامي وصلتي وخليتها في الدار مع خط عندي وهو اللي بقيت أخلاقي داع لمني أنا وفيت قصة الصالحين ووالدتي هي اللي تخمم نختار نقول مريم حمديته لأنها حكمت هي شركة وإن شاء الله في المستقبل القريب دن وخها أنا إن شاء الله فيها شركة خلاص لا في الدنيا مريم حمديته لأنه أرى ولك يطعني وخلتي فيها شركة وقلبي ما نعرف شخري قلو والحمد لله يا راكتي يا ذوك هو اتريلاكس غير بعدين يقول لك عندي شركة هي أحسن شركة لك أتخلص فيها ولا لي تخذ فيه إن شاء الله عاد ولا أي حد تلفني إن شاء الله يسوي لي أي شيء عاد ورمضان ساق رمضان ما ينجي أبدا بهدي الحقيقة خاط فيه شركة هي شركة ثالثة تخذ فيه في رمضان خاط فيه في رمضان الماضي 2022 مرتين وذاك في رمضان 2023 ملي خاط فيه شركة مو بدي عمري محمديت وتحياتي لك راني محييك رمضان كريم وكل عام وأنت بخير.